اخر تكنولوجي يشوف الفايبر شلون يذب خبطه يطلع حج. طبعا الحمد لله هالايام جاي ناخذ الاشغال واحد الصف الثاني. حي الله المتابعين والمشاهدين. اليوم عندنا هذا الجاب الشغل الكونكريت سوينا له سبراي بالغاز نوريكم اياه. فا شباب الماركات مثل ما تشوفون هذا الخط الاحمر السكس فيت يعني 6 اقدام منا لهنا هو هذا اللي راح نسويه ونجهز من اياه. ها ابو جاسم الله يساعدك. اليوم شلون الجو؟ حلو حلو. شوف جايز ابو جاسم السجي يقلبه على مود من اجي اني بالبوبكات شنو بسرعه يطلع حلو وخط جميل لان بالبوبكات مو دائما تقدر تسيطر هذني مكانات ناعمه. وهذا الجيران همنه. طبعا الحمد لله هالايام جاي ناخذ الاشغال واحد الصف الثاني. الناس تجي تشوفنا نشتغل مرتبين نظيفين معدلين. مثل ما تشوفون شباب هسه بلشت بالحفر واذا تلاحظون المستوى العلو مالت الخشب اللي احنا ناصبيه هسه المستوى مالته هو لحد هذا المستوى راح يجي الكونكريت. فاني شو اسوي هسه بلشت احفر وبطريقة الحفر لازم ننزل 6 انش. الانش بالعربي هي البوصة فستة انش لازم ننزل بالقاع لان عندك 2 انش يجي الحصو الجرافل راح نخليه ووراها يجي 4 انش الكونكريت بحيث تصير المستوى الكونكريت يصير فلاش يعني نفس المستوى مات القاع الجراج اللي موجودة. وهاي هسه الجيران راح ابلش له بالحفر. طبعا نفس الشيء هم انا لازم احفر 6 انش على 6 بوصات من فوق القاع على مود شنو نحط 2 انش حصو مثل ما تشوفون الحصو اللي موجود بالشاشه عندكم ووراها حط 4 انش بوقت الصبه مات الكونكريت. فهاي الخطوات شباب اول شيء تشيلون التراب او الحشيش او تحفرون وبعدين تخلون الحصو تكبسوه وراها تبلشون بالصبة. خليكم ويانا وتتمتعون ان شاء الله بهاي الصبة. هذا الشباب هسه مثل ما تشوفون هذا البيت تقريبا خوب صار خالص هسه زادوا هاي المسافة هم اللي هناك كانت مكسرة نسوي لهم اياها مرتبة مثل ما تشوفون هاي الصبة. وذاك البيت هم انا اللي حفرته بالبوبكات هذا هم انا تقريبا صار جاهز بس شنو لازم ننصب الخشب مالتنا الفورمات بعد نحط له الحصو تعديلات ترتيبات. حياكم الله شغل بكندا يعجبكم طبعا واي واحد يحب يستفاد ويشتغل همنا يتعلم وياي حياكم الله.
جبنا لكم الكباب. يلا يا شباب سوقوا الكباب. يلا يا شباب سوقوا الكباب. حي الله حي الله. اسحاب اسحاب كفو. هذا كم انش قافل هنا؟ ثلاثه. عاشت ايدكم. شكرا لحد هاي المتابعة شباب. لحد الآن وصلنا خلصنا هنا لجرابو مثل ما تشوفون آخر المساء، وهاي كلها الحمد لله صارت جاهزة والجيران همينه. فالحمد لله وين ما جاي نروح ياون يشوفنا يقول تعالوا اشتغلوا. فكل شغل هذا مو شرط شغل الكونكريت، أي واحد يسوي شغله حلو ومرتب معدل الناس تقوم تخابره. وصل التراك شباب مثل ما تشوفون. خلينا نصب الصبتين هذولا، واحد واثنين. شباب جاهزين الصبة؟ جاهزين. آخر تكنولوجي، شوفوا الفايبر شلون يذب، شوفوا الكونكريت شلون عندكم من هاي الصفحة حصو هنا الرمل، وبعدين عندنا هم ضفنا له فايبر هذا يقوي الكونكريت، وبعدين يسوي هنا الخط الخبطة كلها يخبطها هنا هذا الهوز مال المي. أوكي، وهذا الشيس من هنا يذب سمنت، فكل هاي يخبط نفس الوقت ويطلع لكم اياه منا فريش. لاحظوا وياي، شوف الفايبر، شوف شلون يطلع كله ينزل منا. اوكي، يخبطه يطلع حج.
يبين هذا يبين روح. هلا 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 جاهزين تلبرون؟ يلا جاهزة يعني؟ روح رامي. طبعا الكاستمر يعني صاحبة البيت قالت هذا الدائري هيك سويرل اللي جاي يسويكم اياه هسه شنو حبيته اكثر من البروم فينيش العادي هذا العادي، فراح نرجع نسويها هاي المنطقه هنا، حبت هاي الديزاين اكثر فراح نسويه اياه مثل ما يعجبها مثل ما تشوفون هيك جاي يطلع ان شاء الله بالصور يراويكم اوضح. الحمد لله شباب خلصت هاي الصبة والصبة الثانية هم أنا خلصت إن شاء الله حراويكم الصور حياكم الله أبو جاسم تحياته حمودي تحياته هناك حياكم الله شكرا للمتابعات إلكم